أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي. وجاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكيل أول برلمان أذربيجان عادل علييف والوفد المرافق له. ومن جهته أعرب علييف عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مشيدا بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر وأذربيجان.